أبو علي البغدادي عراقي الجنسية، عشق الكويت واستقر فيها منذ حوالي نصف قرن ليتخذ من السبحات الثمينة وجمع الأحجار الكريمة والمقتنيات التراثية هواية له قبل أن تتحول لعمل، واصل من خلاله الحفاظ على تلك المقتنيات حتى بات من أشرس المدافعين عنها في سوق الإسلاح. فريق الراية سلط الضوء على أبرز محطاته في التقرير التالي مع ابتسام رمال. أنا من اللي مخلصين لهذا البلد، أنا أحب الكويت دلائل كاملة، فأنا وقفت مع الكويت. أنا مشترك تأسيس نادي الفروسية والصيد، أحد الأخوان بال66. هو أبو علي البغدادي الذي عشق الكويت واستقر فيها منذ حوالي نصف قرن متخذا محلا له في سوق الإسلاح، فهو تخصص في الأنتيك والمقتنيات التراثية ومسابيح الكهرمان والأحجار الكريمة، ليعتبر من أبرز المدافعين عن الآثار في السوق. 80% ل90% باعوا المحلات، ما خلوه تراث الأبهاتهم. هذه كنت أنا هواي متضايق منها، أعرفهم قسم أقول له ليش هذا الخير كان مع أبوك جدك. السدارة الفيصلية علامة فارقة في شخصية أبو علي البغدادي، وهو من أشهر الخراطين الذي لا يزال يعمل بيديه متحديا عوامل الزمن بسبب حبه لحرفته. فمعتز بهاي السدارة، هاي السدارة معروفة، فمن يشوفوها يتذكرون الماضي مع البغداد أيام الملكية، فهذه جدا مهمة بالنسبة لنا وبس بعض الناس. فأهل الكويت بس يشوفون يعرفون هذه السدارة فيصلية. أنا من الخراطين الدرجة الأولى ومعروفين بالعراق خراطين الكهرمان. هاي المادة لا يزال لها ثمنها، يعني في كهرب الجرام يوصل إلى 50 دينار الجرام الواحد. أبو علي البغدادي موسوعة كبيرة في عالم الأحجار الكريمة والمسابيح والمقتنيات الأثرية، ومن الأشخاص المعارضين لصدام حسين أبان الغزو العراقي، فهو لا يزال يحتفظ بقصاصات ورقية عن تلك المرحلة لتقف شاهدة على مكانة الكويت في قلب البغدادي. هذه أنا حاطة الذكريات هنا اللي إعداماته وشنق الناس. أنا مثلا عندي عدم 4 من أولاد أختي. ذكريات كثيرة غرست في وجدان البغدادي الذي يعشق تراب الكويت وهوائها، لتبقى الوصية في حب الوطن وعدم الاستهانة بالتراث والآثار. فحافظوا على ديرتكم، ديرتكم حلوة، حكامكم زينين طيبين، كونوا خلفهم. رمز من رموز سوق الإسلاح في الإمباركية، وصيته الأساس المحافظة على ماضي الآباء والأجداد وعدم تدمير الهوية الكويتية. ابتسام رمال، الراي.